أصدقاؤنا شركاؤنا ومستخدمينا، أهلا وسهلا ومرحبا معنا في هذا اليوم، ومن خلاله سنقوم بإعطاء الانطلاقة لمجموعة من البرامج التي تروم وتهدف إلى تحديث مفهوم الشركة الشراكة المتميزة التي تربط شركتنا مع محيطها. بطبيعة الحال محب من خلال مديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الأول والرياضة، وكذلك عملت الناس من خلال قسم الأعمال الاجتماعية بهذه العمل. شركة نفر جوسيم المغرب شركة رائدة في مواد البناء، ونحمل جميعا في شركة نفر جوسيم المغرب معمل الناس مسؤولية وإرادة لكي نصبح نموذجا يحتذى به في قطاع البناء في مجال التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية وكذلك الاقتصادية. ومن أجل تنزيل هذا الطموح على أرض الواقع قمنا بإعطاء انطلاقة لبرنامج بنيو الحياة الذي نهدف من خلاله لخلق قيمة متقاسمة وروابط قوية ومستدامة مع محيطنا ومع الساكنة حول مواقعنا. برنامج بنيو الحياة هو برنامج يرتكز على أربع محاور. المحور اللي كان أعتبره عنده أولوية ومجال المحاور عنده أولوية، ولكن المحور ديال تربية القرب ومحاربة الهدر المدرسي كيبقى محور مهم. هناك كذلك محور تنمية قابلية التشغيل اللي كان مجموعة من المستفيدين اللي يستفيدوا في هذا البرنامج، وكذلك هناك محور تقاسم الممارسة ديالنا في ميدان السلامة والصحة بطبيعة الحال من خلال دعم الولوج للعلاج وتسهيل الولوج لبعض أنواع العلاجات اللي كتكون صعيبة على مجموعة من الناس. المحور الرابع هو المحور ديال التنمية المحلية، محور التنمية المحلية اللي الهدف منه هو حماية البيئة، تحسين البيئة المعيشية للساكنة حول المواقع. من أجل تنزيل هذا البرنامج اللي هو برنامج بنيو الحياة اللي كنشوفوا هذا في مجموعة اللي بدينا كنشوفوا في الريزو سوسيو وكنشوفوا في مجموعة من المواقع، فهنا نرتكزوا على مقاربة تشاركية، وهذه مجموعة من الإخوان اللي كيشاركوا معنا في مجموعة من الاجتماعات اللي كنسميوها لجنة الرب. مقاربة تشاركية منذ التخطيط، يعني في لا بلانيفيكاسيون، من التخطيط ديال الأعمال ديالنا حتى لا رياليزاسيون، وكنبغيو ميم باغ لا سويت هو يكون تنزيل فعلي ويكون تقييم ديال الواقع ديال التقييم البعدي من أجل تقييم الواقع على الامباكت ديال لي زاكسيون. وبطبيعة الحال ملي كنقيمو الواقع راه تنقيمو موراه التأثير على الحياة المعيشية للساكنة حول مواقعنا. ففي ميدان التعليم والتشغيل قمنا بإنشاء شراكات مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك قسم الأعمال الاجتماعية بعمل سكان. في التعليم مجموعة من المشاريع اللي تروم الهدف منها هو العمل المنظومة اللي كتدور كميد فيها مجموعة من المشاريع، وهذا اليوم هذا جينا باش نشنو في هذا الميدان الاستراتيجي على قسم مندمج، قسم مندمج اللي كاين في مدرسة إسمنت معمل إسمنت مجموعة مدارس وزراء مدرسة الضحى. والهدف هو تطوير طور التعلم من أجل مواكبة التقنيات الحديثة، وكذلك الهدف الثاني هو التأمين ديال هاد الأقسام هادو على جميع المؤسسات المدرسية، لأن برنامج طموح، لأن ثلاث ولا أربع سنوات نكونو درنا جميع يعني هنا إكيبي الأقسام والمؤسسات المدرسية اللي كاينة في سيون تريسار كاملة بالأقسام المندمجة، وأقسام مندمجة كيفما شفتو لي كومبليت، يعني راه فيها تهيئة ديال القسم، فيها ليكيبمون بالطاولات والكراسي والليكيبمون في الريزو انفورماتيك، يعني ليكيبمون كومبلي ديال المؤسسة والقسم والتكوين. والبرنامج الثاني هو ديال دعم التميز من خلال تقديم جوائز لفائدة التلاميذ المتفوقين اللي عندنا في جميع المؤسسات التعليمية ديال الوسائل الرخيصة. دونك حنا صحينا انه نحتفلوا بجميع التلاميذ اللي عندهم مستوى الابتدائي الاعدادي والثانوي، اعترافا بالمجهودات ديال التلاميذ في ميدان ديال التميز. والبرنامج الثالث هو برنامج ديال النقل المدرسي في المجال القروي. الدعم ديال النقل المدرسي راه عنده هو واحد الواقع كبير عند الساكنه، تسهيل تمدرس الاطفال على المستوى القروي وتمدرس برسيبالمون الفتاة، لان الفتاة ملي كتوصل لواحد المستوى كتكون الكوليج بعيد عليها، دونك هذا النقل المدرسي غادي يسهل المأمورية بالنسبة لتمدرس الفتاة. وكذلك الشراكة المتميزة والمثمرة اللي عندنا مع قسم الأعمال الاجتماعية بعمل تيم كناز، قمنا وسنقوم ونبقى
نتلقاو دائما نشتغل في هذا الميدان من اجل انشاء مشاريع مديره للدخل، انشطه مديره للدخل. فغير اعطيت اكزومبل ما بين 2022 و 2023 تقريبا 23 مشروع اللي قمنا به، وهذه المشاريع كلها وقع مباشر لهذا المستفيد. وهذا السنة شهر الحول 14 مشروع اللي غنقوموا بإعطاء الطلاقة ديالو. ففي إطار الشراكة اللي عندنا مع المندوبية ديال وزارة التربية الوطنية، حفل التميز اللي هو اعتراف كما قلنا بالجودة ديال التعليم المتفوقين والمتميزين، دونك دي بيسي بورتابل بوغ لي ليسيان. دونك كل ثانوية حنا اختارينا ماشي غير تلميذ واحد ثانوية، لكن تلميذ في كل تخصص في كل شعب. كان نادي على السيد المدير التعليمي من اجل تسليم الجائزه لثانويه واد المخازن.